حياكم الله في فقرة الأخبار في دقيقة. راح يتم الكشف عن أحدث جهاز السامسونج جالكسي نوت 10 في بروكلين نيويورك في 7 أغسطس. جوجل سجلت براءة اختراع لجهاز ذكي جديد غريب في شكله. الجهاز متكون من عدة شاشات متصلة ببعض بشكل مشابه لكتاب تقليدي، والغرض من الهاتف هو القراءة مع تقليب الصفحات كالكتب الورقية. لعبة سيف سولتيدود تصدر يوم الجمعة، وهي عبارة عن لعبة مغامرات مع الغاز من مطور جديد ونشر EA، وفيها قصة ممتعة ورسوم جميلة. تعطلت تطبيقات الفيسبوك والواتساب والانستغرام يوم الأربعاء عن العمل، والأمر اللي أزعج الكثير من المستخدمين حول العالم. أجهزة أندرويد بتحصل على تطبيق مشابه لتطبيق الشهير AirDrop. التطبيق بيسمح للمستخدمين أجهزة الأبل نقل ملفات من أجهزتهم بشكل سريع باستخدام تقنية الواي فاي والبلوتوث. وهذه كانت أهم الأخبار لهذا الأسبوع. شكرا للمتابعة، مع السلامة.